ولنقاش ملف التوتر بين حكومتي بغداد وأربيل ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل. أهلا بكم أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا، حياكم الله ومرحبا بكم وبمشاهديكم الكرام. بعد زيارة الكاظم الأولى إلى كردستان العراق منذ توليه منصبه، أكد نواب في البرلمان الحالي أن هذه الزيارة استعراضية ومحاولة لتهدئة الأجواء، ما مدى صحة ذلك؟ بالتأكيد الدستور الذي أنشئ بعد احتلال العراق ووضعه الصهيوني نوح فيلدمان وصوت عليه أعضاء مجلس الحكم وفي حينه يعني يجعل من العراق قنبلة موقوتة، أو يجعل في العراق أكثر من قنبلة موقوتة في الحقيقة، ومنها العلاقة غير المنسجمة والتي لا يمكن توصيفها لا باعتبارها علاقة بين دولة مركزية ومحافظات، ولا باعتبارها علاقة بين مركز ودولة فدرالية يعني وأقاليم فدرالية. ومن هنا فإن الزيارات والمباحثات المستمرة أو المفاوضات التي تجري بين حين وآخر بين حكومتي بغداد وأربيل كما تسمى في الحقيقة يعني هي ليست أكثر من استعراضية ومحاولة لتمضية الوقت برؤوس العراقيين كما يقال، وتبقى المشاكل قائمة لأنه كما قلت الدستور النافذ في العراق هو الذي أوجد هذه المشاكل وجعلها قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت. وفقا لتحالف الفتح فإن حكومة كردستان العراق مصرة على عدم تسليم بغداد أي مستحقات مالية، هل وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود في ظل استمرار الأزمة بين الطرفين؟ نعم، بالتأكيد الجهات المعنية في إقليم كردستان العراق يعني لا تسلم أي من المبالغ الواجب عليها تسليمها فيما يتعلق بتصدير النفط العراقي. الحقيقة أنه حتى الدول الفدرالية موضوع الميزانية موضوع يعني مركزي، ولا يجوز للأقاليم أن تتصرف بطريقة وضع اليد كما هو جاري في العراق الآن. منذ أكثر من 17 سنة كل العائدات المترتبة على تصدير النفط العراقي من الحقول الشمالية عبر ميناء جيهان التركي، وأيضا الواردات المنافذ الحدودية يجري الاستيلاء عليها ولا يتم تسليمها بموجب القوانين النافذة في العراق. ما الغاية من الجولات المستمرة والتصريحات الإعلامية عنها، وهل ترتبط هذه التصريحات أو الزيارات بالانتخابات المقبلة؟ نعم، هي محاولة للضحك على ذقون العراقيين ومحاولة لكسب الوقت من قبل هذه الأطراف السياسية سواء التي في بغداد أو التي في شمال العراق في أربيل والسليمانية طبعا، وبالتالي يعني ترتبط كما قلنا أيضا بموضوع الانتخابات وموضوع يعني تسويق هذه الشعارات. الجهات الكردية تحاول أن تظهر نفسها أمام مواطني المحافظات شمال العراق باعتبارها تدافع عن مصالحهم، وأيضا الساسة المتحكمين في شؤون العراق في بغداد في المنطقة الخضراء يحاولون أن يظهرون أنهم حريصون على مال العراق وسيادته، وبالتالي فهي مصالح انتخابية ومصالح سياسية وكسب إعلامي، ولكن الشعب العراقي سواء في شمال العراق أو في وسطه أو في جنوبه يعرف حقيقة هؤلاء، ليسوا أكثر من لصوص يحاولون الاستيلاء على مزيد من المال ومزيد من المصالح الشخصية والحزبية ولمن يحركهم أيضا. شكرا جزيلا لكم أستاذ مصطفى كامل مدير تحرير صحيفة وجهات نظر، كنت معنا عبر الهاتف.